أستطيع، أعني إيجاد مهرة احتفال أيام بونيفيل هو أمر كبير. لم أكن أعرف أن جراني سميث في لجنة التحكيم. بالطبع موجودة. أيام بونيفيل تحتفل بتأسيس المدينة وكانت موجودة هنا. أنا سعيدة أن لجنة التحكيم لم تختارني تلقائيا، فسيرى الجميع كم أنا رائعة، رغم أن مهرة الاحتفالات تقوم بتنظيم كل شيء، ولهذا سيكون من المنطقي أن يختاروني. سكان بونيفيل، المتقدمين لمسابقة هذا العام كانوا متميزين، لكن يجب أن نختار مهرة احتفالات واحدة لأيام بونيفيل. وهذه المهرة هي راريتي. أحسنت يا راريتي. مبروك يا راريتي، أتعلمين ماذا عليك فعله؟ ربما لدي بعض الأفكار. يا مهرتي يا مهرتي، مهرتي الصغيرة، سألت عن معنى الصداقة. مهرتي الصغيرة، محبة قوة علاقة، مغامرات لعب مرح، قلب نقي اتكون فرح، هي الركة هي العمل، وهي تطفي وسع الأمل. يا صداقة حب يسعى على دوام. مهرتي الصغيرة. أنا متشوقة جدا للمهرجان، لا أستطيع الانتظار. طرق بسيطة. وأنا أيضا، أنا سعيدة باختيار راريتي، أعلم أنها ستضيف لمسة من الأناقة على كل شيء، ربما أكثر من لمسة. مهرجان أيام بونيفيل لهذا العام من تصميم راريتي سيعرض أشياء راقية جدا، مثل مهرجان تذوقي عصير التفاح. كارنفال بونيفيل في ساحة المدينة. وبالطبع عرض أزياء بونيفيل. هذا العام مهرة احتفالات بونيفيل ستقوم بابتكار أزياء جديدة ولامعة من تصميمها. وعنوان المعرض هو أناقة المدينة الصغيرة. واو راريتي، لقد قمت بعمل مجهود كبير هنا. بالطبع. أعتقد أنه سيكون ساحرا. أتعتقدين هذا؟ أتنزحين؟ لا أستطيع الانتظار. إن هذا يطمئنني، لكن بالطبع لن أستطيع فعل كل شيء بمفردي. إن الاحتفال في خلال 3 أيام. أنا وبينكي باي سنعلق الأنوار وزيناتي في ساحة المدينة، وأنا أستطيع أن أحضر كمية كبيرة من التفاح اللذيذ. هذا جيد. والآن تويلايت، يمكنك أنت وفلاترشاي أن تساعدوني في عرض الأزياء. بالطبع، سأتشرف بهذا. سأستطيع التركيز على الشيء الوحيد الذي يقلقني أكثر. ماذا؟ أن أجعل مهرجان أيام بونيفيل رائعاً بالشكل الذي يبهر دراندرهوف. من هو دراندرهوف؟ ماذا؟ كيف لا تعلمين من هو دراندرهوف؟ دراندرهوف هو أروع وأوسم كاتب رحلات في العالم مطلقاً. لقد كتب عن لاس بيجاسوس قبل أن تصبح وجهة المسافر إلى إكويستريا. لقد اكتشف ثورة الطهي في ترونينغهام قبل أن تحدث. إنه يعرف ما سيكون ساخناً قبل أن يصبح فاتراً. يبدو أن مهرة ما لديها بعض الإعجاب. تويلايت، إن كلمة إعجاب غير كافية لوصفه. إنه خيالي، لا أصدق أنه سيأتي. شكرا أنك رافقتيني يا تويلايت، لم أكن أتخيل أنه من الممكن أن أقابله بمفردي. لا مشكلة، لا يجب أن تتوتري عندما تقابلين. أرأيتيه يا تويلايت؟ هل هو هناك؟ لا أعرف بالضبط. ألم تعتقد أنه لم يقرر المجيء؟ أنا لا أستطيع أن أراه. ماذا إذا لم يصل؟ سيكون المهرجان مثل الكارثة. تويلايت، أين هو؟ آسفة راريتي، يجب أن تتحكمي في نفسك، أنت لم تتقبلي معه.
سيد تندرهوف، أنا راريتي، ولقد تم اختياري كمهرة الاحتفالات في مهرجان أيام بونيفيل. من فضلك ناديني بترند. وهنا ستكون ذروة الاحتفال، كارنفال بونيفيل الموسيقي الراقص، وبالفعل قائمة من المأكولات المحلية الشهية. يذكرني بربيع زفاف منهاتن الذي كتبت عنه في العدو والوذب. بالفعل لا أستطيع أن أصف لك كم تلهمني أعمالك دائما. وأخيرا كميات من التفاح اللذيذ، قلب بونيفيل كما يقولون، حيث تشتهر قريتنا الظريفة. مذهل، لقد سمعت عنه بالطبع، لكن عندما أراه حيث أقف على الأرض في مزرعة العمل يشعرني بالسعادة. يمكنك أن تشعري بذلك. نعم، إنهم حقا يجعلون التفاح ينمو جيدا. شكرا راريتي، شكرا لأنك أتيت بي إلى هنا. هذه المزرعة بالفعل متميزة جدا. لقد خططت لتحويلها إلى فندق أنيق لمهرجان القرية، لكنني الآن أرى كم هي متميزة، وهي طبيعية. متميزة جدا. من تكون هذه؟ من؟ أبل جاك؟ لماذا تنظر إليها هكذا؟ رأيت الكثير في سفرياتي، لكن لم أرى جمالاً كهذا مطلقاً. أبل جاك، هذه مهرة أحلامي. راريتي، راريتي، مرحباً. أحضرت كوبي لاختبار التفاح، مستعدة لاختبار العينات؟ لا عمر. راريتي، ماذا بك؟ لا شيء. هل قلت شيئا يضايقك؟ إنه لا يحبني. ماذا؟ إنه لا يحبني. راريتي، أنا لا أسمعه. إنه لا يحبني لأنه معجب بأبل جاك، بالرغم من أنني معجبة به منذ البداية، وهذا ليس عدلا. تريندرهوف لا يحبك؟ إن هذا سخيف. سمو سبايك، كيف يمكنك أن تعرف؟ كيف يكون الأمر عندما تكون مهووساً بأحد، مهووساً بمهرة أخرى؟ أعني، ماذا تمتلك أبل جاك لا أمتلكه أنا؟ تعلمين، أشعر بالاحترام الشديد لأخلاق العمل لمهرات الأرض. حسناً، شكراً. جراني سميث دائما تقول تفاحة يوميا تبعد المشكلات. كم نوعا من التفاح تعتقدين أنه موجود؟ في المزرعة أم في كل إكويستريا؟ أحد المرات وجدت تفاحة نادرة جدا وأكلت منها 4. هل هذا حقيقي؟ نعم بالطبع، أنا أخذ الشيء العادي البسيط الغير مقدر وأجعله مرتبطا بي. حسناً، أتمنى أن ترتبط ببونيفيل. وأنا أيضاً، كفى حديثاً عني، أحب أن أعرف عنك، ماذا يعني التفاح لأبل جاك؟ انظر، أنا سعيدة أنك معجب ببونيفيل وكل شيء، لكنني مشغولة بالتنظيم، وإذا لم أنتهي منه فلن يكون هناك مهرجان أيام بونيفيل لتكتب عنه. حسناً، هذا لن يكون. بريرتي، ما هذا الذي ترتدينه؟ ماذا؟ هذا شيء قديم. لماذا أنت غير مشغولة بالتجهيز للمهرجان بتفصيل ملابس جديدة؟ أنا مشغولة، لكن صاحب التفاح أوحى لي ولم أستطع أن أتوقف. حقاً؟ إن صاحب التفاح هو أكثر شيء أنا أحبه. لقد نشأت ووجدت نفسي أحبه. ربما عليكم أن تجربها أي وقت. تسمحين لي بأن أكتب شيئاً؟ بدون المزرعة كانت الحياة ستكون مملة. هذه الأفكار تعيش بداخلي بصورة تامة. التفاح عالم في السماء، وهي التي ستسقيني الماء. هذه المهرة التي تجر الثمار. أبل جاك.
أختي، لماذا تريدين أن تحرثي الأرض؟ أضيف رشة من الألوان على هذا الطاقم أو ربما أن أغسله. هل ألقيت نظرة على ديكورات الكرنفال؟ نعم نعم بالطبع، فراند بالتأكيد لديه شيء لحياة المزرعة. إذا لم أستطع إقناعه بأنني ماهرة في أعمال المزرعة مثل أبل جاك، فلن أجذب انتباهه للمهرجان. المهرجان؟ بالطبع، أنا فعلا أقدر مساعدتك جدا، لم أكن أستطيع فعل أي شيء بدونك سبايك. حسنا، من أجل هذا وجد الأصدقاء. نعم حسنا. هيا تحرك المزرعة. كيف تفعلها أبل جاك؟ إنها تسقط عندما تكون السرج مربوطة جيدا. ما الذي تفعلينه؟ ببساطة أنا أقوم بحرث الأرض، العمل الذي أحبه جدا. إذا كنت مهتمة فسأعلمك كل شيء عن هذا بعد المهرجان، لكن الآن أريد أن أنتهي من الزراعة إذا لم تمانعي. لا مطلقاً. إنها تفعلها بمنتهى السهولة. أنا أعلم، أليست رائعة جداً؟ أنا لا أعرف لماذا كل هذا الإطراء. الآن راريتي احترسي، إذا لم تقومي بالضربة الصحيحة فسيلتوي حافرك. أنا ماهرة جدا في عملية إسقاط التفاح، شكرا لك جدا. بينما أنت تعتمدين على القوة المطلقة، أقوم أنا بإضافة أسلوبي الخاص. إنها مثل الرقصة إذا سألتني. وها هي. حسناً، طريقتك في العمل محددة بأسلوبك. شكراً. الآن اعذروني، لدي العديد من الأعمال لأقوم بها. بالداخل. راريتي، هل يمكن أن أطلب شيئاً؟ بالطبع تريند، يمكنك أن تطلب أي شيء. أريد أن أسألك بصراحة، لكنني أشعر بالخجل. راريتي، هل تعتقدين أن أبل جاك يمكن أن توعدني؟ لماذا لا تسألها بنفسك؟ لقد كان قريباً. إذا أتيت لتعتذري، إذن لا حاجة لهذا. عن ماذا تتحدثين؟ إذن هيا بنا ننتهي من التمثيل. اسمعي، إنك تريدين أن يحبك تريند. وهو يحبني بالرغم من ألاعيب مهرة ما. أقسم إنني لا أعرف لماذا هو مهتم بي هكذا، وأنا لا أعرف أي مهرة تحب الزراعة، ولا حتى أنا. ربما حان الوقت لكي يقابل تريند مهرة ريف حقيقية. أليس من الأهم أن تجهزي للحفل بدلا من الاهتمام لتلفتي انتباه تريند؟ متأكدة أنك ستحبين هذا. حسناً، لدي رؤية جديدة للمهرجان، وسيصبح ريفي أكثر من كل أسرة أبل جاك مجتمعة. أليس الوقت متأخراً قليلاً عن تغيير الموضوع؟ أبل جاك، ماذا يحدث هنا؟ أنا خائفة ولا أعرف. في البداية أود أن أشكر حضوركم جميعاً. ثانياً، أعرف أنكم جميعاً ستحبون موضوع المهرجان الذي اخترته. طرق بسيطة. حسناً، ما المضحك في الأمر يا أبل؟ راريتي، هذه أكثر ثياب مضحكة رأيتها. إنها مضحكة قليلاً. مضحكة؟ راريتي، أنت تمزحين أليس كذلك؟ بالطبع أنا لا أمزح. لماذا لا تبدو علي الجدية؟ لأنك لن تلبسي مثل هذا مطلقاً. أنت تحبين الأزياء والمجتمعات الراقية، وأنا أحب حراسة الأراضي وأيضاً سحب التفاح بنفس القدر. لا تفعلين. كيف يمكنك أن تعرفي؟ لأنني أعرفك. حسناً، ربما أنت لا تعرفينني جيداً كما تعتقدين. وأعتقد أنها صدفة أيضاً أن تريندرهوف مهتم بحياة الريف أيضاً. صحيح؟ أنا لا أفهم ماذا تقصدين.
حسناً، إذن يجب علي أن أريك. من فضلك افعليها. والآن اسمحوا لي، لدي العديد من الأعمال لأنجزها للمهرجان. والآن لكي تشاركي في عرض الأزياء البسيط، ربما تعتقد أن البساطة تعني قلة العمل. حسناً، هذا ليس بالطبع. إذا أردت أن تكوني بسيطة حقاً فيجب أن تفعلي الكثير. والآن اذهبوا جميعاً وارتدوا ملابس مثل هذه تماماً. من القادم للعرض في عرض الأزياء؟ أبل جول. من هذا المغطى بالقماش؟ هل هذه تعتبر مزحة؟ لماذا ريرتي؟ ماذا جعلك أنت تعتقدين بأنني أمزح؟ لأنك لن تلبسي مطلقاً ملابس مثل هذه. أنت تحبين حرث الأراضي وسحب التفاح. وأستطيع أن أحب الأناقة بنفس القدر. لكنك لا تحبينها. حسناً، ربما أنت لا تعرفينني بالقدر الكافي. جيد، لكنني يجب أن أجهز للمهرجان بالكامل. إذن لو بدأت في عرض الأزياء فاهتمي بالأمر. إن الحياة هي المهرجان، ويجب أن تحتفلي بها بأن تكوني مثلي، لأنني عاشقة للموضة وجمال الأزياء. أنت عاشقة للأزياء؟ إنه أكثر شيء سخيف. أعني، جيد لك. أنا أيضاً لا أستطيع الاهتمام بماذا أظهر غير بعد الانتهاء من العمل. أوه، هل هذا كل ما في الأمر؟ نعم بالطبع. لست أنا. إن شعري يجب أن يكون مرتباً بعناية طوال الوقت. حسناً، إن شعري مملوء بالأتربة ويعاني من التقصف. إن حوافري لامعة جداً، حتى إنك ترين انعكاسك. حوافري مشققة وخشنة من العمل في المزارع. أنا أنيقة جداً. أنا ألبس ملابس بالية. رائحتي مثل براعم الأزهار. أحب أن أكون مغطاة بالطين. يا إلهي، أنت مصممة أزياء، إنه سيء. فلتعطيني إحدى المهرات من شفة حتى أنظف حوافري من القذارة. هذه ريرتي التي أعرفها. أوه أبل جاك، أنا آسفة على كل ما قلت. أنت صديقة حقيقية تعرفني أكثر مما أعرف نفسي. لا أعرف ما الذي جعلني أرتدي هذه الملابس السخيفة. أفهم بماذا تشعرين. لكنك حاولت أن تساعديني أن أرى كم كنت ساذجة، وأنت على حق. بالإضافة أن هذه الملابس تبدو رائعة، فقد كنت أتمنى ألا أدمرها. شكراً، إنها جميلة. إنها رائعة، من أين جئت بها؟ أوه، إنها أحد ملابسك. سأحتاج 3 جالونات من الماء المغلي وأوقية من المنظفات. سأتحرك إلى بونيفيل. الأمر متعب أن تكون أكثر مهرم مثير للاهتمام. أريد أن أترك حياتي المثيرة والمبهرة وأعيش في مزرعة. ماذا؟ حسناً، لكنني بالتأكيد أتمنى أنك لم تكن تفكر في كميات التفاح اللذيذ. انظر، أنت مهر جميل، لكن أنا... حسناً. أعتقد أن أبل جاك تريد أن تقول أن هناك شيئاً عن المهرات التي تغير نفسها كثيراً لمجرد لفت النظر. إذا لم تحبك المهرة من أجل ما أنت عليه، فهي الخاسرة. حسناً، إن هذا محرج. لا مطلقاً، في الحقيقة أعتقد أنني أعرف بماذا تشعر. ماذا تظنين؟ هل الوقت تأخر عن الذهاب إلى أناقة المدينة؟ لا، إذا استطعت المساعدة. تنظيم احتفال أيام بونيفيل كان من أصعب الأشياء التي فعلتها، لكنني تعلمت درساً هاماً. إن الصديق الحق سيحبك كما أنت، وتغيير نفسك لتلفت نظره لن تكون الطريقة الصحيحة لعمل صداقات جديدة.
وإذا كنت رائع مثلي فإنها بالتأكيد جريمة.